رئيس تجمع الصناعي بالبقاع نقول ابو فيصل اهلا وسهلا فيك عبد الصوت تحياتي للحاجه الاولى حاجه الاولى خير اليك ولمعالي الوزير الادمي اللي بنحبه من كل قلبنا بدي اقول لكم جميعا يوم مبارك والله يعطيكم العافيه نعم اهلا حاج تفضل احنا عم نقول لبعضنا انه نحن كلنا بيركبين بمركب واحد انا بفهم خوف او مخاوف الوزير من الازمه العالميه القادمه اللي كلنا شايفينها ومبارح معاليه كان عم يضوي على مطرح على هواجس بفرنسا من ازمه غذاء قادمه كلنا متفاهمين هالموضوع ايه بس شو اللي مش متفاهمينه نعم خبريني خليني تفضل الو غياب الصادرات بسبب هالاجراءات هيدي اللي هي بيعتبرها الوزير ضروريه ونحن بنتفهم هذا الشيء بس ممكن تنعمل اونلاين يعني يقدر ياخذ من منصه الكترونيه موافقه مسبقه للصادرات لانه بهمنا الامن الغذائي في لبنان نحن بهمنا اول شيء وانا هدفه لمعالي الوزير انه نحن كصناعيين بالبقاع وبمجموعه جردين يعني يكون عندنا ستوك أمن لمنطقة الزحلة والبقاع كوننا نحن موجودين بالمنطقة وهذا الشيء صار باللقاء اللي انعمل بدار سيدة النجاة بزحلة بحضور أساقفة المدينة ونواب المدينة وكان لمعالي الوزير بوشكيان مداخلة قيمة إنه يا خي أنا قلبي عليكم بدكم تأمنوا لهالعالم أنا بهمني الفقير بالأول ما بهمني التاجر الوزير منه جاي يساير ولا جاي يملق لفلان أو لفليتين اليوم في مسؤولية بينجح او ما بينجح بس احنا عنا شوية تمني على انه تكون هالاجراءات من خلال منصة الكترونية واليوم هالشباب المستشارين حوالي استعجلوا بتقديم الموضوع اللي بعدين تم تعديل بعض مواد منه اللي هن الماي والمبيد ونأمل والبن نأمل انه البذورات والبهارات والكميس اللي هن اليوم ضرورة هاو بيخربوا بعد سنة والمربيات صحيح. حتى لو كان كمية أكثر من المربيات قليلة انه بالاخير الصناعي هو عم يأمن هالسلعة وما عم بيتاجر فيها لبرا انا عندي ثقة كاملة صدقيني عم قلك اياها على الملأ نحن عنا ثقة كثيرة بالوزير بوشكيان واليوم الصناعة تعيش عصر الذهبي من بعد ما خف الاستيراد من بعد ما اليوم اللبناني صار عنده ثقة بالمنتج اللبناني صار عندنا ثقة بوطننا صرنا عم نزرع صرنا عم ناكل منتج لبناني نعم على كل حال يعني عندك تمني اليوم انه يصير في استثناءات مش هيك للاشياء اللي بتخرب اللي بتخرب على الولد كنا رح نطرحها عليه بس انقطعت اتمنى على معالي الوزير نعم يصير مروحة الاستثناءات مثل ما تفضل معالي انه ما في معنى في عم ينطلب اجازات وعم يتوافق عليها حي عم يكونوا متعاونين يعني نحن شئنا ام ابينا بدنا نعترف انه الوزاره اليوم مش موجوده لجلب الصناعي ولا لتهجير الصناعه مثل ما البعض طلع يحكي كلام غير مقبول نحن كصناعيين نرفض هالكلام كرر عنا ثقه بالوزير بوشكيان وعنا ثقه بالطائفه الارمنيه واللي عطوا للبنان هالجماعه وانا انتمي الى هالمجموعه انتمي الى العائله الكبيره اليوم الصناعه اللبنانيه بدنا كلنا نحافظ عليها لجلب عملي صعبه نعم انا بدي اشكرك يعني ضيفنا اليوم رئيس التجمع الصناعي بالبقاع نقول ابو فيصل نعم يا اهلا وسهلا تعليقك على اللي قاله اليوم رئيس التجمع الصناعي بالبقاع نقول ابو فيصل حج نقول لزميل عزيز ووجوده كرأس تجمع صناعي البقاع لأنه نحن بنعتبر منطقة البقاع هي خزان للصناعات الغذائية سواء بعدد المصانع المهمة اللي موجودة أو بموضوع الموارد الزراعية اللي هي المادة الأولية اللي تلزم للصناعة أنا بضم صوتي لصوته وأنا أكيد وبدي أطمن كل الصناعيين انه عن جد هلا ما لا عم نمالي حدا ولا عم معالي الوزير متعاون الى اقصى حد حيصير في تاخير بالمعاملات ايه حيصير تاخير حيصير في كلفه زياده للاسف نعم ما احنا مبسوطين بهذا الموضوع لا مش مبسوطين بس احنا هون هلا القرار اتخذ وما في شيء عم يوقف ولكن انا بتقديري بس المرحله لمده معينه المراحل انا بتقديري حيضلوا هذا موجود
ويصير في تسهيل خوفا من انه تتفاقم الازمة. اذا بدها تتفاقم الازمة اكتر بعتقد حيصير في تشديد على الصادرة اكتر. طالما قادرين نأمن مواد الاولية وقادرين نأمن اشغالنا ايه حيصير في شوية بيروقراطية وتأخير بدنا نتحملها، مش القصة منا بإيدنا بكل بلدان العالم بس صحيح. نحن يعني هون ما عندنا سأكتير بدولتنا.